تتلقى وحدة الغوصي للبحرية الكائنة على مستوى ميناء بجاية نداء عاجلا من أجل التدخل بفرقة من الغطاسين للبحث وإنقاذ مفقودين بعرض الساحل على مستوى المنطقة البحرية الصخرية الزيغوات. نقوم بعملية البحث بزوج سيميريجيد، الأولى من نوع كبير والثاني من نوع صغير. 6 غطاسين، 3 قاموا بعملية الإنقاذ و3 آخرين راهم في عملية البحث. العملية الأولى كللت بالنجاح، أين تم إنقاذ حياة شخص وإسعافه في عين المكان، ثم تلته عملية نقله على جناح السرعة إلى المستشفى. قامت الوحدة البحرية بتدخل في المكان الصخري المسمى للزيغوات لعملية إنقاذ ضحية سقطت في منطقة صخرية وعرة. كللت هذه العملية بالنجاح، حيث تم نقل الضحية بسيارة إسعاف إلى المستشفى. تزامنا مع هذا الحادث تقوم فرقة أخرى من الغطاسين بعملية البحث عن جثة شخص آخر، وما هي إلا لحظات يتم انتشالها من عمق حوالي 20 مترا تحت سطح البحر. العملية الأولى نقوم بعملية المسح السطحي، ثم نقوم بنزول إلى قاع البحر ونقوم بعملية الانجثاث الجثة إن شاء الله. الضحية لقيناها في حالة حرجة في أماكن غير محروسة صخرية. تنحصر مهام هذه الفرقة من الغطاسين للحماية المدنية والتابعة للبحرية الوطنية في مهام التدخل السريع للإنقاذ وانتشال الجثث في الأماكن الصعبة، بالإضافة إلى دورها الكبير في تأمين المحطة البحرية لنقل المحروقات على مستوى الميناء. Cette unité a été implantée ici pour servir à la fois de renfort pour les installations pétrolières et aussi pour faire le travail de porter secours soit aux disparus au niveau de la mer ou aux bateaux. C'est en jamais un malade ou là, on intervient aussi au niveau de ces bateaux-là. Bien sûr, en compagnie de la Marine nationale. فرقة الغطاسين للبحرية بالميناء أفرادها يمتلكون تجربة كبيرة في عمليات التدخل في المهام الإنسانية، لا سيما في أشهر فصل الصيف وعبر عدة سواحل وشواطئ الولاية أين تم إنقاذ وانتشال ضحايا حوادث الغرق.